أنا جوا مني كلام كتير ما تقلش، جاي أقوله قلبي متأثر، ومهما عملت فيا أنا ما زعلش، علشان في حقك أنا مقصر. همي تنساني همي يا جارية جوا دمي، يا غالية زي أمي، يا داويلك أي جرح، طبطبت كتير عليا لو نكرت ده عينيا، يبقى ما تمرش فيا لا عيش ولا حتى ملح. همك نساني همي يا جارية جوا دمي، يا غالية زي أمي، يا داويلك أي جرح، طبطبت كتير عليا لو نكرت ده عينيا، يبقى ما تمرش فيا ولا حتى ملح. زعلانة وجاية حايلي من آخر الدنيا جايلي، أنا اتمديت واديني جيت أرد لك جمايلك وداوي لك أي جرح. انت اللي اهلك طيبين وبينا عشرة وحكاية، ياللي في حضنك ملمومين بنفتكر كل اللي فات، ياللي في قلوبنا على لساننا في فرحنا ولا في احزاننا، في الشدة وفي وقت الأزمات. همي نساني همي يا جارية جوا دمي، يا غالية زي أمي، أداويلك أي جرح، طبطبت كتير عليا لو نكرت ده عينيا، يبقى ما تمرش فيا لا عيش ولا حتى مال. همي نساني همي يا جارية يا غالية زي أمي، يا داويلك أي جرح، كتير عليا لو نكرت ده عينيا، يبقى ما تمرش فيا لا عيش ولا حتى ملح. زعلانة وجاية حايلك من آخر الدنيا جايلك، أنا اتمديت واديني جيت أرد لك جمايلك وداويلك أي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حسن تسليمان يا حسن يا ابني يا ابني حرام عليك، سيب المطلة، سيب المطلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قولوا يا ابني فين يا جمال ده؟ شيل معايا، جيتونا يا ناس، جيتونا يا أهل البلد، معايا الحقونا يا ناس. تعالى يا رمادة. تمام يا باشا، المرة دي هنرتاح منك وفترة طويلة قوي، هنسعدك ونبعدك يا باشا. أنا أنت تخرس خالص، لولا ستر ربنا الواد نجي منها بمعجزة. المرة دي بقى القضية لبساك لبساك وسلاح الجريمة اهو.
وبدل الشاهد 10. مش خناقه بقى ولا جرح الضرب زي كل مره، لا المره دي شروع في قتل. يعني القاضي يوم ما يبقى حنين معاك قوي هديلك 5 سنين سجن. انت بقى هتشرف معانا لحد بكره الصبح لحد ما تتعرض على النيابه. الف سلامه عليك يا جمال. الله يسلمك يا مصطفى. الحمد لله ربنا سترها. نحمد الله ونشكر فضل. الحمد لله. الحمد لله. مش يلا بينا بقى؟ انا ما جبت السيره لحد زي ما طلبت مني، بس الخبر وصل البلد كلها شويه والبلد تتقلب عليك هنا. انا مش هسيب الولد يا منصور الا ما اطمن عليه. ما تقلقش يا جمال، دكاتره طمنونا وقالوا انه هيفوق بكره الصبح ان شاء الله. وامه كمان جت وقاعده بره في الاستراحه. امه جت فعلا؟ الف سلام على ابنك يا حاجه. الله يسلمك يا استاذ جمال. مشيت لي كتير البيت عشان حكايه الدروس الخصوصيه وابنك؟ ايوه يا استاذ جمال. هو ده ابنك؟ اصله بيحبك قوي يا استاذ جمال. ربنا ينجيه ان شاء الله. ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ايام المشكله يا بطه ما جاش في بالي اسال الولد اسمه ايه. يعني عايز تفهمني ان الولد ده هو اللي امه قابلتك وحكيت لك انه مضطهد عشان بيخش دروس خصوصيه؟ وافتكرت شفته امتى وفين. ايام عمال المزرعه ما اتمناه ويلموا المحصول ونزلت انا الم بنفسي، الولد ده نزل معايا يلم الفاكهه، وهو اللي قال لي ان عبد الحفيظ بيقطع الشجر في مدخل البلد، واخيرا هو اللي انقذني الموت. استغفر الله العظيم. ما تقولش كده يا حبيبي، ربنا سبحانه وتعالى هو المنقذ. ونعم بالله، بس خلاه هو سبب. نفسي اعرف الولد ده حكايته ايه، وعرف منين ان البلطجي ده جاي لي. انا بقى هقول لك يا حبيبي. شوف يا جمال يا حبيبي، ده انسان طيب خير، وطيبك يا حبيبي هو اللي واقف لك. قول الحمد لله. الحمد لله حبيبي يا جمال. بابا. هيا دي بابا. ناجي مشي يا بابا. مشي يعني ايه؟ مش معقول يا دين، مش ممكن ناجي يمشي من غير ما يسلم عليا. معرفش يا ماما، انا نزلت اوصل ضحى بعد ما كانت هنا، رجعت ما لقيتهوش، ما لقيتش غير الجواب ده. رأيت من ارحل بلا وداع فأنا أدرى بنفسي. قد تمنعني دموعك يا أمي عن الرحيل، وقد يرق قلبي لحزنك يا دينا، وقد أضعف أمام نظرة ندم واحدة في عينك يا أبي. سأعود يوما ما، الله وحده يعلم متى. ابنكم ناجي. من الاول ليه يا سليمان؟ يا حاج انت كنت في ايه ولا في ايه؟ انا قلت هستنى الوضع يتعدل شويه لكن ما حصلش. كان بمشي كل حاجه مظبوط. لا يا حاج، مش كل حاجه كانت ماشيه مظبوط. علاء ابنك مهما كان ملوش خبرتك في السوق، حصل دروبات كتير قوي في الشغل، التسويق وقع والارباح قلت، واللي شغالين معاه ابتدوا يسيبوه عشان اخر مرتباتهم. وعشان اللي عمله معاك يا حاج.
محدش مأمنه، الكل مخونه وخايف منه. ده غير سكة التصدير اللي دخلها من غير ما يرتب لها صح. تصدير؟ ده غير المبلغ الضخم اللي سلفه الأنور الجندي عشان يرضى يجوزه بنته المطلقة. عندنا رسالات كده. الله يسلمك يا جمال بيه. قول لي يا حبيبي، انت عرفت منين ان البلطجي ده كان ماشي ورايا عايز يأذيني؟ عرفت صدفه كده؟ حاجه زي كده. يعني ايه؟ يعني شفته نازل في البلد، عرفت ان هو نازل لحضرتك، مع حضرتك الوحيد اللي وقفت له وتسببت في سجنه. وفضلت مراقبه طول النهار يا ابني؟ فضلت معاه لحظه بلحظه، ما سبتهوش لغايه لما وقت ما حصل اللي حصل ده. تقوم تأذي نفسك يا ابني؟ يا ابني انت بالطريقه دي صاحب فضل عليها كبير. حضرتك اللي صاحب فضل على سامون كلها، وانا واحد من ضمنهم. تقصد يا ابني حكايه الدروس الخصوصيه لما والدتك قصدتني؟ لا، انا اقصد صندوق الايتام اللي حضرتك عملته لنا في المدرسه. قول لي يا ابني، ادوكوا حاجه ولا لا؟ ادونا كتير يا استاذ جمال. ده غير الترع اللي حضرتك حشتهم ان هم يردموه. ترع لغايه المرحوم ابوه اللي عايشين من خيره لغايه دلوقتي، كان هيقول لو الترعه اتردمت. مش هتروح له؟ ازاي يا مصطفى؟ ده ابننا مسجون. هيخرج بكره الصبح. انا قلت لسليمان يجيب الفلوس منين. وانت هتفضل كده تتفرج؟ ده المحامي بيقول ان ابننا هيخسر كل حاجه. علاء لازم يتعلم من اللي حصل، حتى لو كانت تمن مملكتي كلها. كان لازم ارتبها صح، ولادي اولا وبعدين الفلوس. يا ريتك عملت كده من بدري، من قبل ما ناجي يروح. استغفر الله العظيم. هو جاي حالا. انور بيه، مبروك يا استاذ علاء، هيخلى سبيلك دلوقتي حالا. الحاج مصطفى قال لي بالحرف الواحد اللي استلف منه اولى انه يقف جنبه، وانور بيه ما كدبش خبر، اداني الفلوس على طول. يعني الحاج مصطفى كان عارف باللي بيحصل لنا هنا؟ وكان موصيني اتابعك لو احتجت لي، لكن انت بقى ما فكرتش تبعت لي او تستشيرني في اي حاجه. كان موصيك؟ يعني الحاج كان عارف ان انا بقيت في الاسم وسابني كده لوحدي؟ ما انت اللي اخترت من الاول انك تبقى لوحدك، مش ده كان اختيارك؟ انا متشكر يا استاذ سليمان، متشكر على تعبك معايا. عايز اقول لك على حاجه قبل ما امشي. مركبكم بتغرق، لازم ترهن المصانع للبنك عشان تسد التزاماتك، وانور الجندي يرجع لك الفلوس اللي خدها منك وبسرعه. تبعد بقى عن بنته، ها؟ عشان جوزها يسيبك في حالك. من فضلك يا استاذ سليمان، ما تبقاش تتدخل في حاجه ما تخصكش. انا بنصحك يا استاذ علاء وانت حر، نصيحتي الاخيره ليك انك ترجع لحضن ابوك. اسم مصطفى الدهان لوحده في السوق كفيل انه يرجع كل حاجه لاصلها. عن اذنك. تفتكر ممكن يفوق لنفسه ويرجع؟ سؤال يا حاج دلوقتي، انت عايز ابنك يرجع ولا عايز مملكتك هي اللي ترجع؟ ولادي هم مملكتي اللي كان لازم احافظ عليها من الاول. الحاج منصور كان معايا الصبحيه وقال لي المتبشر خير. صدقني انا كمان متبشر خير. كان نفسي تفكيري يبقى زيكم كده يا جمال. يا حاج انت بقيت زينا فعلا من يوم ما جيت سمون، مش كده؟ لا يا حاج، من يوم ما وقفت تقول لي الحقيقة المرة وانت كنت قادر تخفيها. سمون صحت جواك يا حاج، فرجعت بقيت واحد من ولادها. من اذنك دلوقتي نروح المستشفى عشان صديقي هيخرج وعايز ابقى معاه. السلام عليكم. انا مش مصدق ان يوسف يعمل كده. انا مش هسيبك كريم مهما عمل، انا مش هسيبك.
مش هينفع تضيعي مني مره تانية. طب بس قولي انت فعلا حالتك الماديه منهاره؟ فعلا هترهن المصانع للبنك؟ يا ريما لا. اي ماما ايه في ايه مالك؟ ايه عمرو ماله؟ مستشفى ايه؟ انا جايه حالا ابني. ريم يا ريم. عمرو يا حبيبي ماله يا بابا؟ الدكتور قال ايه يا ماما؟ الدكتور قال انه محتاج عنايه واهتمام الفتره اللي جايه عشان الدور ده ما يرجعلوش تاني. يا ترى هتبقي فاضيه انك تراعي ابنك ولا ما عندكيش وقت؟ اطمن يا بابا انا خلاص شلت على الدخن من دماغي، حتى لو تقدم لي انا مش هوافق. عمرو حبيبي حموره الف حمد لله على سلامتك حبيبي. انت كويس دلوقتي؟ انا اسف يا حبيب قلبي. انا اسف جدا يا عم. مش كان اولى انك تهتم بيه بدل ما رحت لعلاء الدهان وتحاربه؟ غصب عني للاسف غضبك غلبك وغلب مراتك، وده اللي خلاها تروح لعلاء الدهان علشان تستقوى بيه عليك. وفي زحمه خلافاتكم والعند اللي بيخرب البيوت نسيتوا باهم حاجه، نسيتوا ابنكم اللي هو كنزكم الحقيقي اللي هيقف جنبكم وقت العجز والشيبه، مش الفلوس. لو راح منكم دلوقتي لا قدر الله ايه اللي ممكن يعوضكم عنه؟ انا في خلافاتكم مع بعض كنت بشوف نظره الحرمان في عين عمرو. ارجوكم ارجوكم انا عايز اشوف الفرحه في عينيه. يلا يا انور يلا سيبهم جنب ابنهم شويه. انا اسف يا عمو حبيبي انا اسف يا ريم. حلو قاعد لوحده ليه؟ ها؟ بتفكري فيا مش كده؟ ناجي يا ستي راجع تاني، عارفه ليه؟ لانه بيحبك. والفنان الحاجه الصغيره اللي بتاثر فينا قد كده بتاثر فيه هو اكتر. لازم تبقى عارفه الكلام ده كويس. انت شايف كده؟ طبعا. ايه ده؟ هو لو ما كانش فنان كان كتب رواية هايلة زي دي في المدة الصغيرة اللي قعد فيها هنا؟ انت قريتها يا أشرف؟ ناجي فنان، والفنان ما بيفرطش في أي حاجة حس بيها، خاصة لو حب بإخلاص. عرفتي بالي يا ضحى بقولك إنه راجع تاني زي ما إن شاء الله كل حاجة حلوة في حياتنا هترجع زي زمان. أنا بقى هروح مشوار كده يعني يعني احتمال أخطب. سلام. ربنا يوفقك يا أشرف. التعود يا سلمى، يمكن لأننا تعودنا إن احنا على طول شايفين بعض في مناسبة ومن غير مناسبة، فعشان كده يمكن إحساسي بيكي كان زي نهلة وضحى. بتهيألي أنت كمان كنت شايفاني زي عصام وعاطف، صح ولا لأ؟ رد عليا، صح ولا أنا غلط؟ لا غلط، أنا عمري ما اعتبرتك زي عاطف وعصام. طيب يبقى إيه المشكلة؟ المشكلة إن اشمعنى افتكرتني دلوقتي؟ بصراحة كنت خايف إن احنا نبقى صورة مكررة
من عاطف ونهله بمشاكلهم الدايمه. يمكن كمان فكرت ان ارتباطنا ممكن يبقى مجرد لان احنا عايزين نرضي اهلنا وبس، ما فكرتش ان احنا ممكن نرتبط ببعض لاننا عايزين كده بغض النظر عن اهلنا عايزين ايه. برضو ما ردتش على سؤالي، ليه افتكرتني دلوقت؟ يعني بصراحة انا ما واجهتش نفسي بحقيقة اني بحبك غير لما عرفت دينا. دينا؟ دينا هي اللي قالت لك؟ لا طبعا، بس دينا قالت لي على حاجة انا كنت عارفها ومتأكد منها بس مش شايفها، او يمكن شايفها ومش عايز اعترف بيها. كنت معجب بدينا. منكرش ان انا اعجبت بيها، يمكن لانها غريبة عني، ليها سلوك اهل المدينة، سلوكها مختلف عن سلوكي، لكن بصراحة عمري ما عرفت افتح لها قلبي. كنت دايما بحس ان في حواجز بيني وبينها، والحواجز دي مش قادر اخطيها. على عكس كنتي، بحس ان مفيش بيني وبينك اي حواجز، بالعكس بحس ان في حاجات كتير قوي مشتركة بيني وبينك. يمكن سلوكنا لاننا من بلد واحدة، ارض صمون خضرتها سماها اللي بتغطينا. عرفت كمان انا ليه كان قلبي بينقبض لما اسمع بس ان انت هتتخطبي، او مجرد ان في حد بيفكر انه يتقدم لك. عرفت ليه كمان انا كنت تايه ومتعصب يوم ما اتخطبت لمحمود، وعرفت ليه انا كنت فرحان قوي لما سبتوا بعض. تعالى يا سلمى، كل اللي انا قلته لك ده من حق انك تديني فرصة. ولا انا بقى ما استحقش الفرصة دي؟ اهلا وسهلا، نورتونا وشرفتونا. الله يشرف مقدارك يا حاجة. الله يقنسك يا حبيبتي. قولك ايه ساكت ليه؟ ما تتكلم. حاضر. قول يا حاج منصور، عايزين نسمع موافقة سلمى بقى عشان نقرا الفاتحة. سلمى يا بنتي، موافقة ولا لا؟ بالله مش موافقة عليك يا ابني ولا ايه؟ لا يا بابا. يا سلمى، هو انت مش موافقة ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم. السكوت علامة الرضا، ولا انت نسيتي لما جيت تخطبني؟ دي حاجة تتنسي يا بابا برضه، دي حاجة تتنسي. يا حلوة يا ولد. بابا بابا. ايه يا ابني في ايه؟ انا اللي بتجوز. صح صح. سمعونا الفاتحة يا اخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك يا بنتي، مبروك يا حبيبتي. ألف مبروك. مبروك يا حبيبتي. مبروك يا أشرف. ألف مبروك. مبروك يا أشرف. ألف مبروك. بس عايز أدخل للعروسة بقى مش كده؟ يا روح. لا لا لا، ده ترانك. أيوه ترانك ده لازم مختار. ألو. ايوه يا ابتسام، ازيك يا حبيبتي؟ قوليلي عاملين ايه؟ ايه بتقولي؟ ايه العلاج جاب نتيجة؟ طب الحمد لله يا بنت كريم يا رب. طب اسمعي بقى، انا هقولك على خبر حلو قوي، قرينا فاتحة سلمى على اشرف. الله 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 الله، اهو كده الاخبار الحلوة بدأت بجد. زغروك يا ولد. مبروك يا سلمى. مبروك يا سلمى. مبروك يا اشرف. مبروك يا حاج منصور. والله كانت ليله حلوه يا اولاد، والله قوي قوي قوي. يا سلام يا سلام، بقالنا سنين طويله لا اتبسطنا ولا ضحكنا بالشكل.
قول لي بقى يا بابا، نعم انت ليه اصريت انك تجيبني معاكم النهارده؟ هو انت يا بنتي ما تجيش عندنا الا اذا كنت متخانقه مع جوزك ولا ايه؟ ماشي على اي حال، اتفضلي يا حبيبتي. ايه ده يا بابا؟ ده مفتاح العياده يا حبيبتي. عياده ايه؟ في عماره الحاج عبد الحفيظ في مدخل البلد الدور الثالث، هتلاقي يافطه مكتوب عليها كده عياده الدكتوره نهله جمال راشد. إيه؟ عملت كده ليه يا بابا؟ وجبت فلوس منين وعملت كل ده امتى؟ كل دي اسئله. شوفي يا حبيبتي، كل ده من خير المزرعه ومكافاه نهايه خدمتي. اهم حاجه بقى ان جوزك عاطف هو اللي نقى الشقه، هو دلوقتي واقف مع العمال عشان بيقضبوها. في حاجه بس واحده ما قدرناش نعملها، المعدات الطبيه يا حبيبتي انت اللي هتجيبيها بنفسك. ومحدش فيكم يقول لي؟ محدش كان عارف يا حبيبتي، مامتك بس هي اللي كانت عارفه. وما قلتليش ليه يا ماما؟ عشان تعرفي ابوكم بيحبكم قد ايه وبيهتم بيكم كلكم. انا اسفه يا بابا، انا اسفه لو كنت في من الايام زعلت. انا مش ملاك يا حبيبتي، كلنا بنغلط. صدقيني يا حبيبتي انتوا كان عندكم جزء كبير من الحب. مبروك يا حبيبتي. مبروك. حلو قوي. وانا بقى ايه، هطلع من الليله دي كده بلوش ولا ايه؟ ازاي بقى يا اشرف ده كلام؟ شوف يا سيدي، عمك مصطفى هيسيب شقتك لانه خد شقه فوق عياده اختك تمام في عماره الحاج عبد الحفيظ. انا هوضبها لك وعمك العمده ان شاء الله هيفرشها. يا بختك يا بختك، طبعا ما هي سلمى بنته الوحيده، طبعا هنيالك يا عم. في ايه في ايه يا بقت كده هتبوظ البدله؟ طب دلوقتي بقى يا سي بابا، نعم. الدكتوره نهله وجبت لها عياده، واشرف بيه شقته هتتفرش. شويه انت كده شويه. بس يا بابا بالراحه بالراحه بالراحه. ضحى بقى حبيبتك في العنقود الحلوه دي. هي فين بقى من الحكايه دي؟ بص يا ستي، الحاج سيد مستني لما تاخدي شهادتك، وظيفتك عنده مستنياك يا روحي، واخده بالك؟ ربنا يوفقك وتسيبي سامول بحالها زي ما انت عايزه. مين اللي قال لحضرتك كده؟ يا بابا احنا بنحبك قوي وعايزينك تفضل معانا على طول. تقدر تقول كده يعني ان ولادك انانيين في حبهم ليك. البنت سخنت على فكره. ما صدقهاش دي بكاشه. ايوه فعلا يا بابا، الوحيده اللي بكاشه فينا هي. على فكره يا بابا، ماما هي الوحيدة اللي انت نسيتها في الليلة دي. فاطمة. فاطمة بطة، ست البطاط. انا مهما عملت يا بطة ما اقدرش وفيك حقك، جزائك عند ربنا سبحانه وتعالى. بحبك بحبك قوي. ربنا خليك لي يا بطة، ولا حرمنيش منك يا رب. ويخليك لي يا جماعة. يلا 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 قوم 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 يلا 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 اتنين ليمون وشجره وهنيجي بسرعه. ربنا يخليك ليا يا بطه. ويخليك ليا يا حبيبي، انا فخوره بك قوي، كنت دايما صح. انا بتكلم جد، كل اللي قلته حصل. حصل كل اللي تمنيته. كنت متاكد. كنت مؤمن. دي طيور، طيور يا بطه كانت تايهه، كان السمول عشهم جنته، عشان كده كان لازم يرجعوا. تفتكر علاء ابن الحاج مصطفى ممكن يفوق يرجع؟ إن شاء الله. إن شاء الله. الطير الشريد هو كمان راجع. ناجي؟ ولما يجي يخبط على بابنا أنا هفتح له وهوافق على طلب. متأكد من اللي جاي؟ مؤمن.
عم جمال كان قايل لي ان هيجي معاكي. قال لي سباقيني وهو هيحصلني وماما واخواتي. بجد؟ عم جمال ده بجد ما فيش زيه. عاطف انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه يا نالا، انا اللي هقول يا حبيبتي. المشكله الحقيقيه بيني وبينك ان المسافه كانت بينا طويله قوي، كل واحد فينا كان مستني التاني عشان يمشي له المشوار، مع ان الحل بسيط وسهل قوي. نتقابل في وسط الطريق. بالظبط يا حبيبتي، بس تعرفي لو ابتدينا المشوار من اوله هجيلك لغايه عندك على طول، بس بشرط واحد، وانا استاذ وانتي احلى دكتوره. مش هتلحق، هكون وصلت انا الاول. تيجي تفرجي على العياده بقى. اتفضل يا استاذ علاء. ايه ده يا استاذ علاء؟ ده شيك بالمبلغ اللي عليا ليك كله. ليه يا استاذ قمر؟ هو في حاجه حصلت؟ يا ريت يا علاء يا ابني تجهز لي الكميالات بتاعتي وتبعتها لي. طيب ممكن اعرف حضرتك صرفت الفلوس بالسرعه دي منين؟ من يوسف جوز بنتي. جوز بنتك؟ ايوه، ما هو رد ريم امبارح. ردها امبارح يعني ايه؟ ده جزاء يعني وقفت جنب حضرتك في الازمه؟ انت يا ابني كنت بتقدم خير، واللي بيقدم خير ما بيحط الشروط، والا يبقى موقفك معايا كان صفقه، انت خبيت شروطها. اتمنى لك التوفيق يا ابني، عن اذنك. يعني ريم كمان راحت مني؟ اخترناكي لعرفنا اول الضرب ومنتهى، وما استكنا لموج الغوايه، ولا رفضنا اطواق النجاه. اليك يا سمول والى حبيبتي من ناجي مصطفى الدهان. نعم، عايز ايه يا حاج سيد؟ انا جاي عشان ارجع ورث ولاد اختك اللي سرقته. انت جاي تترق يا حاج ولا ايه؟ ممكن تسمعني كويس يا استاذ علي؟ انا جاي عشان اخد فارس وامير اربيهم عندي في بيت امهم. بأمارة ايه؟ انت تبقى لهم ايه؟ في مقام ابوه. وما تنساش يا استاذ علي انهم قعدوا معايا اكتر ما قعدوا معاك. ما تنكرش برضو ان العيال متعلقين بي. عارف، بس ده للاسف ما منعكش انك تسرق ورثهم يا حاج. ماني قلت لك يا استاذ علي اني خلاص هرجع ورثهم، او تقدر تقول انه رجع فعلا. هتسلمهولي؟ لا لا، يعني انا الواصل الشرعي عليهم. انا مش ضامنك ولا ضامن اي حد، وجربت لعب الشيطان قدام المال ده، عشان كده أنا بعدته عن إيدي الكل. أنا يا أستاذ علي ربطت وديعة باسمهم في البنك، مش هتنفك غير ليهم هم لما يبلغوا سن الرشد ويستلموه بنفسهم، ولغاية ما نوصل للوقت ده أنا المسؤول عن تربيتهم. برضو مش هديهم لك حاج. تحب أدفع لك كام يا أستاذ علي؟ تدفع؟ تدفع عشان تاخد الاولاد؟ ايوه.
أنا مش كده يا حاج، وعموما أنا ما يهمنيش برضو غير سعادة ولاد أختي. خلاص يا أستاذ علي، خيرهم واللي هم هيختاروه أنا موافق عليه وراضي بيه. الحمد لله، وادينا رجعنا بيتنا من تاني. عارفين يا ولاد البيت من غيركم كان ضلمه، وبصراحه كده انا كنت بخاف وانا قاعد فيه لوحدي. فرحانين يا ولاد؟ فرحانين قوي يا عم سيد. وانت يا امير؟ فرحانه طبعا. طب يلا تطلعوا بسرعه كده تغيروا هدومكم عشان نخرج نتفسح دلوقتي يا عم سيد. بالليل؟ ايوه دلوقتي بالليل. بالليل واحنا بيهمنا؟ يلا بسرعه. يلا. حاضر يا عم سيد. حاضر يا هادي التوهين. ايه هتغيروا هدومكم ازاي والهدوم هنا في الشنطه؟ تعالوا اقعدوا. تعالوا. قولوا لي بقى يا حبايبي، ايه رايكم لو نرجع دادا امال هنا تاني؟ دادا امال بجد يا عم سيد؟ دي وحشتنا قوي. طب ايه رايكم بقى لو رجعت هنا ومعاها اخ تالت ليكم؟ اخ لنا؟ ايوه ابني. بجد يا عم سيد؟ ايوه بجد يا سفارس. واسمه ايه؟ اسمه ايه؟ صدقوا يا اولاد ان انا لغايه الوقت ما اعرفش اسمه ايه. تعال تعال بس هنعرف اسمه ايه لما يجوا ينورنا. هنعرف اسمه ايه؟ أرجوك سامحني. حاج مصطفى انا كنت ناوي اطلع لك. يا اهلا وسهلا، وكمان عشان تشوف علاء. علاء؟ ايوه جمال، علاء رجع ان شاء الله. عقبال ناجي هو كمان هيرجع. اللي بقينا منه حكايه سمول اللي كتبها على الورق. تقريتها يا مصطفى؟ وهخلي الدنيا كلها تقراها. فاضي تيجي معايا؟ على فين؟ الطريق اللي كان المفروض تختاره وتمشي فيه من الاول يا مصطفى. تعالى معايا. بعد اذنك ممكن ابص بس من فضلك؟ ناجي مصطفى الدهاني. حضرتك جبت الكتاب ده منين؟ منخش كده. متشكر جدا. متشكر. السلام عليكم. ممكن من فضلك نسختين من الكتاب ده؟ اتفضل يا بيه. شكرا. شكرا.
مصدقها لي. مش مصدق. مش ممكن. لعلها المرة الأولى التي يكون فيها إهداء الرواية إلى مؤلفها نفسه. إليك أينما كنت، يا من أحيت كلماتك فينا الكثير، أيها الفنان الذي عاش بيننا فما عرفنا قدره ولا أوفينا حقه. إليك أيها الحالم إهداء من أشخاص يحبونك وينتظرون عودتك. نجي مصطفى الدهيان. هتفضل طول عمرها خضر، والبور كله هنخضره يا جمال. هنوسع الترعه اللي جايه من غرب البلد لشمالها، مش هنزرع اسمنت ولا طوب يا مصطفى. تمام، عشان شرق البلد عمره ما يبور، عشان مصر، عشان ارضها تفضل خضر على طول يا مصطفى. مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله. تعالى بفرجك على البيت. تعالى. ولا نمرو يا أغلى شيء موجود.